الاهلي، النادي الاهلي او الانديه الكبيره عموما لو تتابعوها، الانديه الكبيره عموما اللي ناجحه لازم يكون المدرب عنده 70% شخصيه و30% فنيات. مش هقول لك 50% شخصيه و50% فنيات، 70% لازم تكون شخصيته قويه جدا جدا. الشخصيه القويه يا جماعه مش الشخصيه القويه انا اقعد ازعق، في ناس بتلبس وش ان انا شخصيه قويه واقعد ازعق وانطر ومش عارف ايه وبتاع وتنشن الجو حواليا، هو فاكر ان هو كده شخصيه قويه. الشخصيه القويه ليها مقاييس كبيره جدا، اهمها ان انا احبب كل الناس فيا، او على الاقل 90% من المنظومه اللي انا ماسكها تكون بتحبني جدا عشان اعرف اطلع منهم اللي انا عايزه. وده كان في مانويل جوزيه، وقلت لكم قبل كده مانويل جوزيه شخصيته قويه جدا وفنياته مدرب، ما مدرب فنياته يعني فوق العاديه، مش هقول ان هو يعني لا، لكن شخصيه مش موجوده ما تقابلهاش كتير. عشان كده مانويل جوزيه قعد سنه في النادي الاهلي الاول ما نجحش، وبعد كده مشي ورجع تاني. لما رجع كان حافظ الاجواء، حافظ اللعيبه، حافظ الناس اتعامل معاها ازاي، حافظ الاعلام اتعامل معاه ازاي، حافظ كل اللي حواليه، ذكي جدا، عارف يتعامل مع كل الناس، عشان كده نجح وحصد كل حاجه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اسمه لوحده 50% من النجاح، هو عايز 50% تاني منها شخصيه المدرب اللي ماسك النادي الاهلي. فانا بدور على مدرب يكون شخصيه قويه جدا جدا، يعرف يشوف كل اللي حواليه، يعرف طابع اللعيب اللي هو بيتعامل معاه، يعرف اللعيب ده عايز شده امتى، عايز حب امتى، عايز يتكلم معاه امتى، عايز ما يتكلمش معاه امتى، بيعرف ياخد كل حاجه من اللعيب، عشان كده بينجح معاه. دي شخصيه المدرب اللي بيتناسب مع نادي كبير زي النادي الاهلي او اي نادي بينافس على كل البطولات. الناس بتتكلم على تجربه تكيس مع نادي دجله وبيقولوا ده مدرب. هل احنا كجمهور نادي اهلي هنصبر على حد يعمل تجربه بحجم تجربه دجله؟ ده سؤال بطرحه على حضراتكم، هل هنصبر؟ اكيد مش هنصبر، احنا عايزين مدرب في ثانيه يعرف يلم الدنيا، شخصيه زي ما قلت قويه، هيعرف ازاي يلم اللعيبه، هيعرف ازاي يطلع كل حاجه من اللعيبه، هيعرف ازاي يخلي اللعيبه اللي هي كانت عليها تراب كتير جدا يعرف ازاي يلمعها بسرعه جدا، مش هياخد معاهم وقت. دي الشخصيه اللي انا بكلمكم عليها، عشان كده الشخصيه دي بيبقى فلوسها كتير قوي قوي، وتبقى قليله جدا في الوسط التدريبي كله. انتوا شايفين الدوري عامل ازاي، لكن انا اجي اقول لعيبه واقول اصل الكوره وكده، انا اللي بتحكم في كل حاجه بعد ربنا طبعا والتوفيق بتاع ربنا، لكن ربنا بيقول لك اتعب واشتغل وانا معاك، يعني اتعب واشتغل واكيد هتلاقي في الاخر. فدي شخصيه مدرب النادي الاهلي اللي كل جماهير الاهلاويه محتاجاها، وكل اللعيبه اللي بيلعبوا داخل النادي الاهلي محتاجاها، بنتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامان. لما نيجي نتكلم بعد الماتش اللي فات، احنا اتكلمنا معاكم بكل صراحه، واحنا قلنا